من الناس الكل. احنا اليوم يوم الاثنين 28 ماي 2013 في اوتيل نجم تشوفوا اوتيل لو جران. الاوتيل هذايا هو الاوتيل اللي توا وحاليا اصبح على ملك الدولة. الاوتيل هذايا انا توا بالتدقيق قدام الجناح الرئاسي للمخدوع بن علي. بن علي كان يجي هوني في اوقات الله اعلم وقتاش يجي يصيف هو والعائلة. سنحت لي فرصة يمكن ما تنجمش تسنح لي مالوغوزمون توا اني دخلت وشفت انه بن علي كان مخصص هالجناح الجميل لعائلته ولي جورناليست نتاعو للطبيب نتاعو. الاوتيل هدايا كبير وينجم يدخل مداخيل كبيرة للبلاد والقرقنة بالذات لو تقع فيه الإصلاحات. بن علي كان عامل يعني عالمه الخاص حتى وقت اللي نشوفه ونغزره ونحسه كنا في شامبري متاع حب أبيض وأزرق. بن علي كان يتمتع حتى في ناقص واحد بزايد عشرة. أنا أقول للثواثة الكل أن البلاصة هذه مليانة قرقنا علاش لا نجم ندخل فلوس بالبلاصه هذيا. دونك كونوا ايد واحده باش ما نسلبوا في حتى تراب استعملوا بن علي وغيره. يمكن خلينا نحاولوا ندخلوا الكاميرا واحده واحده ويلا معايا. هوني باش يكون عفوا هذا الصالون نتاع السيد الرئيس وقت اللي كان جاي يقعد في هذيك الطبقه. ما يعيش واسع خاطر عبد قبيلك يونجي نقيم. الله يبارك. اوكي دكا. توا يقع يعني يمكن انه ياجروه للاجانب. هذايا اساس كما تعرفوا بن علي ما يستخسر شيء في روحه. حاجات مزيانه. ديما اللوكس. قد من قدام ثم لا البيت هذوما الكل تحلو ثم بركه. كانت لي فرصه اني شفت البيت نتاع ولد محمد ما نعرفش مازال تحلو له ولا بيت محمد هذا. ضو مقصوص شقرقنا توا هذه بنت وبيت الوليد الصغير. الوليد الصغير هذايا فرجو ان شاء الله يستمتع بفرش يرقد اربع بيت. دونك العائله الحاكمه ما غفلوش ولدهم في اكران ال سي دي باش يتفرج على يمكن اللي ديفان انيمي ويتفرج على روحه في المرايه. اليوم في تونس احنا قررنا انه مهما هالصعاب اللي تعرضني توا باش نلقى الحلاله نتاع الريدو اني نصارع من اجل انه نلقاو الضوء. مسكر مسكر. الضوء في تونس لازم يكون ساطع. واحنا عينينا تكون هكا يقظة على كل فرنك على كل تراب على كل حفحافة من بلادنا. تونس كبيرة بينا احنا واحنا الوحيدين اللي نجمو نحميوها. يعطيكم الصحة وبالسلامة. انا حبيت نقول حاجة مهمة برشا. انه قرقنا مزيانة برشا. ويمكن يقولوا انه جربه جزيره الاحلام وزيد راهي قرقنا زيد جزيره الاحلام ونعرف برشا عباد اقروا بالشيء هدايا. انت لو نقول الكاميرا مان بركه اغزر لهنا وشوف السحر الموجود لهنا. علاش كان بن علي يتمتع بالشيء هذا؟ علاش مش السياح يجيوا القرقنا؟ علاش مش قرقنا الغاليه المزيانه يتم تهيئه الشواطئ نتاعها؟ علاش الزين هذا الكل والوهره هذه الكل ما تكونش في قرقنا؟ علاش مش لقرقنا مالي البلاد يستمتعوا بالشيء هذايا بمداخيل اللي متاتيه من السياحه؟ لقرقنا اليوم عندهم الحق انهم يستمتعوا من بلادهم من جمال بلادهم من زينه بلادهم. انا اليوم كتونسيه وشوف الزين هذا الكل نقول ناري على بلادي. علاش 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 كل مرزوق ثلاثة مرات؟ علاش ما نستغلوش الزين هذا الكل؟ تونس أمانة في دينا بربي توانسة نعملوا على الكلمة الحرة وما نسكتوا على حتى شيء. يقرقنا يا توانسة البحر هذا والزين هذا أمانة في ديكم. ربي ما جابوش باش احنا نهملوه.
ويعيشكم على الصور الحلوة هذه. نخليكم.